البادرة الطيبة اللي كتنظمها في النسخة الثامنة ديالها جمعية الزاوية الخضراء بمناسبة ديال ذكرى المسيرة وعيد الاستقلال. هذه الجمعية اللي كيرأسها السيد الوزير سابقا بن سودة، السيد بن سودة اللي دائما الحمد لله كيستافدوا الساكنة ديال المنطقة في إطار هذه المبادرة، وخصوصا الأرامل والأسر المعوزة. هذه السنة الحمد لله تم تعميم هذه البادرة على الساكنه ديال المنطقه بجميع دوائرها اللي هي الاسم ديالها جماعه بيغودين اللي تابعه لقياده ارغانا دائره سيدي موسى الحمري اقليم تارودانت. ولله الحمد هذه السنه هاد الاخوان اللي دائما مبادرين بصفتي انا كواحد الفاعل الجمعوي المنطقة، كنلاحظ بان هاد الناس دائما سباقين لهذ المبادرات. كما قلت النسخه الثامنه هاد السنه تم التعميم حوالي واحد 320 وما فوق ديال القفه اللي هي عباره عن مواد غذائيه اضافه للاغطيه، بحكم ان الناس كيعانيو هنا كتعرفوا هذه المنطقه بانها منطقه جبليه تابعه للجبال ديال الاطلس. الناس كيعانيو في الفتره ديال البرد، خصوصا ان كاين واحد الهشاشه عند الاسر هنا بصفه يعني غالبيه الساكنه عندهم كيعانيو واحد المعاناه خاصه. وكنحيي من هذا المنبر كنحيي هذه الجمعيه الشخص الرئيس ديالها اللي هو سي بن سوده، كذلك الرئيس ديالها اللي هو الحاج محمد ازرقي اللي هو دائما حتى هو النشيط في المنطقه اللي قام بمجموعه المبادرات اللي كنحيي حتى هو. وتحيه للجميع وتحيه لكم كذلك اعلاميين وشكرا. نشكر مدنا هذا في لاسني قبل ربي، هذا سني يخلص ربي، ولا ما يسكن كروفو لكي ولا ما يعلن هذا سني يخلص ربي قبل ربي في لاسن نكني عادين كاع غير الضعافة، هذا سني يخلص سيدي ربي، كل ما يدنا هي وين كروفو لكي هذا سني يخلص ربي، خاصة هذا نغي التيليو سميد دغيا البرد نكني نترجو ما يتانزو دغيكا الحمد لله، يخلص ربي المحسنين. غينات كان هذا سني يخلص ربي يا رب في لازم تقبلت هاتي دار لنا غي ضعافي كاع غادرار هاتي تزرم تا ما زرت ما نكتيا هذا سني يخلص ربي في لازم يقبل ربي هي هذا سني قبل ان يقبل ربي الشغل نسل يا ربي الصدقات نسل اللي نفق في الميدان هذا سني يخلص ربي اتني عاون ربي اي نصر ربي جلاله الملك هذا تنصر ربي انت ولا ثروان ولا كل شيء لما سيدي رسول الله حتى المغاربه اتني عاون ربي اتني تيتبت ربي تبارك وتعالى يا ربي اي خلص ربي بمد اللي يسين قدو من نسل اللي حسن ميدنا اللي غاس في كان الخيرات غلقت نسل ضربي ربي اي حسن ربي اللي مول نسل يا ربي. معكم محمد الازرقي ممثل جمعيه الزاويه الخضراء للتربيه والثقافه بجهه سوس مسا. هذه الحملة التضامنية كتجيب المناسبة العزيزة وهي مناسبتين عزيزتين، مناسبة عيد المسيرة الخضراء ومناسبة ذكرى عيد الاستقلال المجيد. هذه الحملة التضامنية كترأسها السيد محمد بن سودة الوزير رئيس الجمعية رئيس جمعية الزاوية الخضراء للتربية والثقافة للمقر ديالها في الدار البيضاء. هذه الحملة هي كتجي في نسختها الثامنة بهذه المنطقة هذه. وهذه الحملة ما كتكون غير هنايا، كتكون بجميع المغرب على الصعيد الوطني، فوادلة وطنجة الجديدة مراكش العيون أكادير. حنا عيب الأمس يوم الثلاثاء والأربعاء كنا في المنطقة ديال تيغديوين، ووزعنا فيها تقريبا في ديك المناطق اللي هي معزولة جدا ليس لها طريق، إنما الطريق ديال الدواء فقط، والمنطقة كيطيح فيها الثلج، وزعنا فيها تقريبا زيادة من 500 غطاء. هاد الحملة اللي في هاد المنطقة كانت منطقة بيغودين اللي هي كتوجد في جامع قيادة أرغانا دائرة سيدي موسى الحمري إقليم تارودانت، كتضم جوج ديال المناطق ثلاثة ديال المناطق، منطقة الحلاف ومنطقة إيداوليل ومنطقة تيركو. هاد المنطقة توزعت فيها تقريبا أزيد من 15 طن من المواد الغذائية وأزيد من 400 غطاء شتوي لفائدة الأسر المعوزة والأرامل الموجودين بهذه المنطقة. أملنا أننا إن شاء الله نبقاو متضامنين بزاف هاد العملية هذه. نتمنى طول العمر السي محمد بن سودة الوزير على أساس إن شاء الله باش تبقى هذه العملية تدوم وتدوم وتدوم إن شاء الله. كنشكروا جميع السلطات المحليه اللي هي كانت بجنبنا وهي بالتنسيق ديالها باش وزعنا، وكان على رئيسها السيد القائد،
اللي حضر فعليا وصرف على هذه العمليتين. وكذلك ما ننساش الشكر الجزيل لجميع المنابر الاعلاميه اللي هي جات وشرفتنا بالحضور ديالها في هذا اليوم السعيد، وكنشكر الله كذلك على هذه الامطار الخير اللي هي جاتنا في هذا الوقت اللي هو مناسب. وشكرا على زيارتكم والسلام عليكم. كيفاش تفاعلوا يعني الساكنه ديال المنطقه مع هذه المبادره هذه؟ وكما لاحظتوا هذا الشيء الصور غنيه عن التعريف، ربما راكم صورتوا انه تقريبا كانت هنا ازيد من 300 مستفيد، لا ذكورا واناثا، ارامل انت كتشوفوا الحاله ديالهم، وربما التصريح ديالهم الا بغيتوا تشوفوا شي وحده الان راهم موجودين غادي هما دابا كتجيهم تقريبا هذه النسخه الثامنه كينتظروها، كانت غادي تجي في فصل الصيف ولكن الظروف ديال كوفيد وكان الحجر الصحي هذا هو اللي جعلنا خليناها حتى لهذا الوقت اللي هو الوقت الممطر والشتاء باش يستافدوا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.